أرجوكم نرجوكم دوما عند شعورك بضرر سوف يأتيك من أي بشر أن تدعو هذا الدعاء: حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى سوف يتم نعمته عليك ويمنع عنك مس السوء الذي أتاك من الناس. هذا موضوع هام جدا. عايزين نطلعو تالس بالو نحطو جوج حجيرات، راه غنكونو غاد ناكلو دوك تمايرات. مرة كتسب الله ومرة تحاول تشد الصيرات، مرة كتبان بكرامتك ومرة تشد الصيبات. ما كاين لا حب لقتيلة فاك لور فاك لور، كاك ستورياتك كليباتك عمرك بنتي فور، كا هادشي كنديرو دور كا كنديرو بلا تاور، كا كيفاش نتا اللي كاين ونتا كارير طالعة بالفودكا. عمر انسان باغي نجح حيب غيبان قدامك ضعيف، متقولش ليا فكرتيني فراسي داكشي علاش رايت ام كوين فاز دان يو اس وعلى رجلي وكاع معيت كزام ذا باس. داكشي علاش غادي بوحدي الماء عارف راسي غنبقى كابابل، وخا تجمعو جينيراسيون كامل حدايا اطابل، وخا نربح كاع ما كيعجبني نكون انا البطل، وخا تنضح وتفيق صباح وتجمع لي بطل. كي صحاب الكتابة كنكلاشي فكري باش نطلع، لا غا كيعجبني نغامر شي حاجة كتخلع، كدير فيها تكي ومعلم وكتسمع، ولكن اشيري قولي شني كتصنع. يمكن كون انا اللي باغي هادشي وكنطمع، لا ما باغي فلوسكم باغي نولي كنطمع، ماشي غير رابع شيري بوحدو اللي كنصرع، قوة المال الا طحت شي مشكل كنفرع. كون كنتي فاهم الحياة كيما كتقول، كاع ما ديك السكر تضيع وقتك كامل غابول، بلا ما تعيق عليا وحالتك دايره كيشي مهبول، ما عرفنا كترابي ولا كتقرا علينا في الزابور.